فاحنا لا مش عايزين جاي كمان يا كابتن اسلام ان احنا لازم فعلا في قناه النادي الاهلي بامان لازم نفتح الملفات قبلها فتره، عشان احنا برضو واحده من النقط اللي بتعمل مشاكل ايه هي؟ بتفتح الملف قبل القرار الحاسم بتاعه 48 ساعه 72 ساعه، فاللي بياخد القرار بيقول لك خلاص بقى طب هنعمل ايه، احنا مزنوقين. بالظبط بالظبط بالظبط، لما الجدول لو حضرتك تفتكر الحلقه اللي احنا جينا اتكلمنا فيها، لما الجدول نزل وماتش الاهلي وطلاع الجيش بتاع السوبر كان محطوط يوم 1 يوليو، اللي بيحط الجدول والله العظيم نسيه نسيه، الراجل مش واخد باله، ما برضه الراجل مضغوط وبتاع ولع، وفي واحد وراه بيقول له يا عم انجز لنا عايزين نخلص الدوري وبتاع، فناسي يحط الماتش. ده اللي بيحصل يعني، ده فعلا ده الشغل، ده الاسلوب اللي بيتم. اللي بيطلع بقى الكلام بيطلع القنوات ده حاجه ثانيه، ده كلام منمق كلام متزوق، انما الحقيقه ان ممكن حد اداري معاه ورق وبيحط ورق كده، ايه ده ايه ده ده الماتش اتنسى، ويعرف منين بقى؟ من السوشيال ميديا، او يعرف لما احنا بنقول هنا في قناه النادي الاهلي اه ايه ده معلش طب معلش يا جماعه، طب بقول لك ايه بتاع السوشيال ميديا، نزل بقى خبر ان احنا اجلنا المباراه دي الى اجل غير مسمى. عارف الاجل غير مسمى اللي هي محطوطه عشان الحق بيها نفسي. فمهم جدا لازم ملفات تتفتح قبلها فتره، اهو مثلا النهارده فتحنا الموضوع، احمد فتح الموضوع بتاع ضغط مباريات كاس مصر، وفتحنا الموضوع الازمه بتاع تداخل مواعيد كاس العرب البطوله الشرفيه أعتقد إن مع مونديال الانديه، لكن دي تتحل. نعم تتحل، ان ما هو مش الفيفا مش هي تحت مظله الفيفا طبعا. طبعا. خلاص يبقى الفيفا يعملها يوم 19 يوم 20 يوم 3 يوم 21 يوم 25. نعم ما هو في الاخر انا زي ما حضرتك بتقول، بس هو عنده لا ما هو عنده مشكله ثانيه، ما هو تشيلسي جاي له من اوروبا بوقت محدود لانه عنده التزامات في الدوري الانجليزي، مستحيل مستحيل يعملها دلوقتي ده تحديدا، مفيش تأجيل في الدوري الانجليزي مثلا، ما ينفعش يلعب الفرقه تلعب يوم سبت وتلعب اثنين وتلعب خميس وياخدوا راحه جمعه، ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده، لا 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 فيش الكلام ده، لا بتحصل في البوكسنج دي ممكن بس ده. بس معروفه يعني كل سنه، كل سنه كل سنه ثلاث ماتشات مواعيد مش تتغير مستحيل، هو الموعد ده محطوط، واعتقد حتى الاتحاد الياباني لما حط الميعاد ده هو واخد فلاش باك من المواعيد اللي قبل كده، يعني أوكي. هو بياخد من الهيستوري او من التاريخ بتاع البطوله ان هو ده المناسب. فالنهارده الفيفا هو حاط نفسه في ازمه ليه؟ لان هو النهارده خد بطوله جديده، يعني بطوله كاس العرب هي بطوله لاول مره بتتحط في الاجنده الدوليه الخاصه بالاتحاد الدولي. اوكي ازمه وانت حلها، بس احنا بنقول اذا تزامن الاثنين يجب على جميع من في المنظومه الكرويه انه يسيب لعيبه النادي الاهلي لبطوله مونديال الانديه.